في خطوة سباقة ولأول مرة تقام فعالية حوار التعاون الأمني المشترك بين دول الخليج وألمانيا، نظمت جمعية الصداقة العربية الألمانية بالتعاون مع أكاديمية الأمن الألمانية هذا اللقاء في برلين لتجسير هوة الاختلافات حول رؤية الطرفين لاستراتيجية تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج. طبعا انا اتكلم بصفة غير رسمي ورأي شخصي. هناك اختلاف بين وجهة نظر المملكة تجاه ايران مع وجهة نظر المانيا. المملكة قريبة من ايران وتعاني من تدخلات ايرانية ليس فقط في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي البحرين وفي الكويت وفي السعودية. هذه التدخلات يجب ان تنهى، ولن تنهى بمجرد الكلام العسري. فألمانيا وجهة نظرها أنه يجب أن يكون هناك تفاهم مع الإيرانيين. كيف حتتفاهم مع شخص ابتلع نص ملكك ويريد أن يتفاوض على ما بقي من ملكك؟ أكد سمو الأمير تركي الفيصل خلال جلسات النقاش للطرف الألماني على دور المملكة العقلاني الساعي وبشكل دائم على تحقيق الأمن ونزع فتيل الحروب في المنطقة والذي واجهته إيران بالتعنت والإمعان في دعم الميليشيات الإرهابية التي تزعزع أمن المنطقة. لينظروا إلى قرار مجلس الأمن 2216 الذي يدين الحوثيين لاحتلالهم لصنعاء، ويذهب أبعد من ذلك ويقر تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح بالتعامل العسكري لإرجاع الشرعية إلى موقعها الطبيعي. ونحن لم نتدخل في اليمن من قبلنا، بل بناء على دعوة من الحكومة الشرعية. We have to discuss with our Saudi Arabian partners the Iran issue. We are so convinced that it's better to have a deal, maybe an imperfect deal, for nuclear disarmament, and then to tackle the other issues, regional activities, ballistic missile activities of Iran. هذا وقد ساهم الملتقى وبتأثير جيد بإبراز أهمية التعاون والشراكة الأمنية الألمانية مع منطقة الخليج وضرورة تغيير الآليات التي تعتمدها السياسة الألمانية اتجاه القضايا والأزمات التي تسبب زعزعة وأمن واستقرار منطقة الخليج.